تعالوا نتابع هذا التقرير ثم أعود لحضراتكم. الآن ينطلق قطار طلجو الأسباني من محطة مصر في رحلته الأولى إلى صعيد مصر وتحديدا إلى محافظة الأقصر. تلك القطارات التي تمثل نظيرتها في الدول الأوروبية والتي أعدت خصيصا لتمثل نقلة نوعية في عالم النقل والقطارات في مصر. إلى التفاصيل من محطة مصر وقطار طلجو في رحلته الأولى إلى محافظة الأقصر. نفس الطيارة بالظبط، نفس الديزاين وكل حاجة والكراسي والمقاعد. هنحسنها في طيارة يعني. فوق الممتازة، فوق الممتازة، حاجة جميلة جدا جدا. واحد سافر زمان فوق طيارات كتيرة بس كانت الخدمات فيها يعني ايه معقولة مش قوي، بس المرة دي ده حاجة ممتازة جدا جدا بصراحة. ما كانش يتخيل ان مصر توصل بالطريقة دي للقطارات دي. يعني بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الوزير كامل الوزير على الطفرة دي بصراحة. يعني احنا حاسين يعني اهل الصعيد حاسوا ان هم اتنقلوا نقله تانية. شاشات اهو بتسمعي بقى. يعني اول مره اشوف بصراحه يعني الحاجات دي انه بيبقى فيه تاتش سكرين وكده. يعني الكراسي، النظافه، التلفزيون كده يعني كل حاجه. ان شاء الله رحله لطيفه. ان شاء الله ان شاء الله الاقصر واسوان. الانطباع الاولاني من الطبع جميل جدا، بالذات اللي احنا مرشدين سياحيين شغالين في السياحه، فدي شايفين ان هي حاجه كويسه جدا لبلدنا. وبالنسبه للناس الاجانب لما يركبوا حاجه زي كده هو مستوى زي في اوروبا اعلى كمان، فاحنا دي حاجه بصراحه فخورين جدا يعني، حاجه كويسه جدا بامانه يعني. انا في حاجه مميزه جدا لان انا كرسي رقم واحد في عربيه واحد في اول رحله للقطر. هي كل اللي انا شايفه في القطر سواء من بره او من جوه حاجه واحده بس، انها حاجه تليق بمصر. دي حاجه رائعه واول مره نشوفها مصر الكلام الجميل ده. الحمد لله ان شاء الله ربنا يتمها على خير وتبقى رحله جميله ان شاء الله. ما كناش متخيلين ان احنا نقدر نوصل لمرحله التقدم بالطريقه دي. احنا للاسف كنا في فترات اللي فاتت كنا بنعاني شويه من الخدمه في القطارات على كاتيجوري. احنا شايفين مستوى ريد ان هو بيساوي نفس المستويات العالميه، فالحقيقه يعني حاجه تدعو للفخر يعني. يعني ده فعلا اللي يليق بحاجه اسمها مصر، يعني فعلا تحيا مصر. مش قادر اقول لك اكتر من كده. تحيا مصر. حاجه ممتازه وحاجه في قمه التطور، بتشجع الواحد ان هو ياخد القطر كوسيله. بيني وبينك كنت مقحم على موضوع القطر ده بقالي فتره، لكن حاجه مبشره يعني، حاجه ممتازه. سواج ان شاء الله. الله يسلمك اللي بيخدم. حاجه ما شاء الله، حاجه ما شاء الله، حاجات حديثه كلها. ان شاء الله ونصر بالسلامه. لا، حاجات ما شاء الله، اول مره نشوفها. كل حاجة جديدة ما شاء الله، كل حاجة حديثة. لو حاجة جميلة وكويسة بس يا رب يفضلوا محافظين عليه. لكن هو حاجة زي كده تطور زي ده حاجة تفرح البلد جدا وتفرح الناس ان يركب حاجة زي كده بالمستوى ده. عجبني ان الكراسي والشاشة دي وكل الحاجات في القطر يعني. حاجة كويسة ويعني تقريبا وفرت كتير على الناس في الحجز والأماكن وكده اللي كان مش متوفر. النهاردة بدأ يمكن، ولا عشان أول يوم يمكن فيه محدش عارف، ولا إن شاء الله يبقى يستمر على طول كده. والله حاجة كويسة، وأنا ركبت القطر قبل كده مرة واحدة كان حاجة وحشة. بسم الله ما شاء الله، الواحد قاعد في مكان نظيف في مكان مكيف، بسم الله ما شاء الله موفرين أي حاجة. طبعا الخدمات المقدمة على القطار، حضرتك القطار يكاد يكون الدرجة الأولى، تكاد تكون حضرتك راكب طيارة في اي بي مش راكب طيارة عادية. القطار فيه مميزات كتير جدا مش هنعيدها تاني. القطار بيعمل على وسادات هوائية، ما بتحسش حضرتك بالسكة، الصوت اللي متعود عليه في السكة الحديدية ما بيوصلكش هنا. سرعات القطار طبعا مختلفة تماما. هنقول للناس هيقول لك ده دلوقتي القطر مش عارف واخد كام ساعه، لا الكلام ده احنا بناكد ان ده تشغيل تجريبي بالركاب. يعني بعد شهر ان شاء الله نتقابل تاني هتلاقي السرعات مختلفه، هتلاقي كل حاجه مختلفه. طبعا الركاب في منتهى السعاده، وانا عايز ااكد ان كل ما الركاب كانوا سعداء احنا بنبقى اسعد منهم، لان كلنا متواجدين في السكه العديد عشان نخدم الركاب.
فأنا شايف أن الركاب عندهم حالة من السعادة دايما. يا رب يجعلنا أن احنا نقدر نسعد الركاب ونسعد جميع الشعب المصري. جاء انطلاق قطار تلجو الأسباني في رحلته الأولى من محطة مصر التاريخية إلى محافظة الأقصر بصعيد مصر ليؤكد على ما تشهده الدولة المصرية من عملية شاملة وتطوير، وخاصة في قطاع النقل والمواصلات والقطارات، وإشارة أخرى لما تريه الدولة المصرية من صعيد مصر لعمليات التنمية الشاملة وتشجيعا للسياحة إلى محافظات الأقصر وأسوان، لتعد هذه القطارات ملمحا جديدا لمصر في جمهوريتها الجديدة. هاني نحاس من محطة مصر لبرنامج على مسؤوليتي.